عبد الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء اينما كنتم، اسعد الله صباحكم هذا بكل خير، احييكم بتحيه الاسلام الخالده فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، احييكم من هنا من ميدان المرموم ويومنا السادس التي تنطلق في هذه الهجن لتجدد روح القوه والنشاط والتحدي والاثاره والعزم والاصرار على الناموس. الفتره الصباحيه تنطلق بهجن اصحاب السمو والشيوخ حفظهم الله ورعاهم، والجولة السابعة تنطلق بفئات الجعدان المحليات الأصايل مع الستة كيلومترات التي نتابعها في هذا الخط وفي هذا المسير. نرحب بمن رحب بالمركز الأول، سراب يتقدم معلنا وجوده في أول المراكز ويحمل شعار هجنة الرئاسة بقيادة سهيل بن دري الفلاحي. أما المركز الثاني يأتينا الذيب لهجنة الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، هو من يقدم لنا هذا الجديد. أما المركز الثالث، المركز الثالث ظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان، المركز الثالث اللي هو منبع لهجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مايد الخيلي. نقلة تالية إلى المركز الرابع، يأتينا سلهود لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الخامس، خامس المراكز، هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. أما المركز السابع، سابع المراكز، صوغان لسمو الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة سيف بن مبارك بن قويث. أما المركز الثامن يأتينا شاهين لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف الهيان وعلي بن سعيد لوهيبي عند عملية التضمير. النقلة التالية إلى المركز التاسع وتاسع المراكز، هملول لهجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي. أما المركز العاشر، عاشر المراكز، شاهين لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري. هذه العشرة المراكز الأولى متابعينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، انتهى دورنا في إذاعتنا في أول 2 كيلومتر لنتابع الصدارة والتغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط. إذا هناك أي تغيير ولكن ما زالت الرئاسة على مقدمة الشوط تدفع بهذا اللون الحمر، اللون الخطر، إلى مقدمة الشوط مع سراب وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا سراب في أول المراكز ليعلن وجوده متقدما بالمركز الأول. أما المركز الثاني يأتينا منبع لهجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي الذي يعزز وجوده بالمركز الثاني وبهذا الشعار وبقوة هذا الشعار. أما المركز الثالث، الوصول من قبل هملول لهجن الرئاسة وعلي بن ميل لوهيبي يتقدم إلى المركز الثالث. أما النقلة التالية إلى المركز الرابع، شاهين لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف الهيان علي بن سعيد لوهيبي من يقدم لنا الخبرة الكافية الوافية في هذا المجال. النقلة التالية إلى المركز الخامس وخامس المراكز، يأتينا صوغان لسمو الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة سيف بن مبارك بن غويث. المركز السابع، فهنا الوصول من شاهين لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري عند عملية التضمير. أشوف وراء أيضا شعار يتقدم في هذه اللحظات على ظهر لبيب بالمركز الثامن للشيخ لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي من يتقدم وبدأ أيضا يرسل إشارات الخطورة بهذا التحدي، ومع لبيب يتجاوز ويسحب المراكز سحب مثل ما تشاهد على شاشة التلفزيون. نتأخر إلى المركز التاسع وتاسع المراكز، الذيب لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيري. أما المركز العاشر، فهنا الوعب لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري.
هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في إذاعتنا الثانية، ولكن 2 كيلومتر نتابع أيضا بالحماس والإثارة والتحدي. نعود إلى المقدمة لنتابع سراب لهجن الرئاسة بقيادة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي الذي يقدم لنا سراب، ولكنك يا بن دري بدأت الإثارة وبدأ الزحف، بدأ الزحف على مقدمة الشوط. لبيب يا لبيب، لبيب قادم وعنده أيضا أخبار جميلة والطموح والأمال في هذا التحدي لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم. المكتوم صاحب الحماس الخمس يتقدم، نعم حمد بن علي العويسي من يقدم لنا جديدة، وهناك هملول أيضا يصارع على الناموس لهجن الرئاسة، وعلي بن يمين لوهيبي بالمركز الثالث. أما المركز الرابع يتيل شاهين لهجن الرئاسة رابعا، وهو يتقدم شعارات حمر على مقدمة الشوط تسيطر على الميدان وتسيطر على هذا الشوط. نحن نتابع أيضا في حلها وترحالها، نتابع هذه الشعارات التي تنهال على مقدمة الشوط. 1200 متر، 1200 متر يا مشاهدين يا متابعين، ونحن نتابع وبدت السرعة، بدت السرعة وبدت الحركات، بدت الأوامر من هذه اللحظات، ولكن سراب صامد على مقدمة الشوط. حدنا يرن زرن أبدا إلى هذه اللحظات، ما رامن أنه يركعنا عن طريقه وعن أيضا المركز الأول. يتقدم بشعار هجن الرئاسة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، من يتابع بالخبرة الكافية الوافية، ولكن يسلوب. أشوف الهجوم من قبل الذيب لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي، يتقدم إلى المركز الثاني في هذه الجولة. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة، ومن الجانب الآخر الوعب قادم مع هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، من يقدم للوعب في هذه الجولة. المعركة بدت، ولكن بدأ التغيير على المركز الأول، يغير الذيب في هذه اللحظات لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي، هو من يقدم، ولكن الخوف من الخامس يبو منبع صاحب الأمتار الأخيرة ورجل الأمتار الأخيرة يتجاوز من الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى الأول إلى الأول إلى الأول. يا سلام يا منبع الجود والأصالة، يتقدم في هذه اللحظات لهجن الرئاسة أحمد بن مايد لخيالي، من يقدم لنا أن المنبع ورد الرد الشافي الكافي في اللحظات الأخيرة، واستطاع أن يصل رأس إلى المركز الأول. تهانينا لهجن الرئاسة وللمضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، المركز الثاني ذيب لهجن الرئاسة، الثالث لهجن الرئاسة، المركز الرابع لهجن الشحانية، والمركز الخامس لهجن الرئاسة. هذه نتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، استمتعنا في هذا الشوط وتابعنا الجديد والجديد والإثارة والحماس والتحدي، وراقبنا أيضا ماذا دار في هذا الشوط من سرعة رهيبة ومن معركة دارت 6 كيلومترات. تابعناها أيضا بهذه الشعارات القوية والعملاقة التي سيطرت على الميدان، واستطاع منبع أنه يهدي الناموس لهجن الرئاسة، والتوقيت الزمني 9:16. 7 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للمضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، أما اللي وصل في المركز الثاني كان من نصيب الذيب لهجن الرئاسة بتوقيت زمني مقدار 9:17. 2 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة بتوقيت زمني مقداره 9:17:06. 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.